إلى السودان الآن، حيث أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن العملية السياسية في البلاد يجب أن تكون شاملة وتمثل الأطراف كلها. وأضاف البرهان أثناء كلمة له في ولاية شمال كردفان أن الجيش عازم على الابتعاد عن الحياة السياسية. في الأثناء تواصلت المظاهرات المطالبة بمدنية الدولة والمطالبة بتحييد العسكر. تسابق على إعلان الخروج من الحياة السياسية بين رئيس مجلس السيادة السوداني ونائبه، مناسبات أعلن فيها الرجلان عزمهما على تسليم السلطة إلى المدنيين. البرهان في خطاب جماهيري له بمنطقة شمال كردفان جدد الالتزام بتسليم السلطة مشترطا التوافق وعدم الخلاف بين المدنيين. سيحصل تحول في قيادة الدولة أو في إدارة الدولة، دارين هذا التحول يكون مرضي للناس، مقبول للناس، الناس متفقين عليه. ما دارين لنا انتقال فيه تنازع، والله فيه تشظي، والله فيه تشرذم، والله فيه انحياز لفئة. نحن في الجيش ما حنحازلنا لفئة دون الأخرى، ولا حنقيف مع طرف دون الآخر. لم تمضي ساعات حتى أطل محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع وأعلن بوضوح الالتزام بمساندة الحكومة المقبلة. اليوم تقف الخرطوم شاهدة على مستقبل جديد لأمتنا، صنعناه بعزمنا ونحن أكثر إصرارا على بداية عهد جديد، نأمل أن يقودنا إلى تحقيق طموحات شعبنا في السلام والاستقرار والتنمية والازدهار. كلاهما يخاطب السودانيين عما هوات، وعلى الرغم من عدم الكشف عن أي أدوار مستقبلية لهما، فإن التجوال المستمر للرجلين في أنحاء السودان قد يشير إلى أدوار مرتقبة لكن بلباس بدني. بينما تتعهد القيادات العسكرية بالتعاطي الإيجابي مع العملية السياسية الجارية حتى تتويجها باتفاق كامل يسلم السلطة للمدنيين، يستمر الشارع في رفضه للتفاوض وإصراره على ما أسموه بإبعاد حقيقي للعسكريين عن السلطة. تظاهرات لجان المقاومة لمناهضة العملية السياسية الجارية بين العسكريين والمدنيين خرجت اليوم بشعار مليونية أمهات الشهداء، مظاهرات وصفت فيها العملية السياسية بعملية المنافع الحزبية البعيدة عن أهداف الثورة وتطلعات الشباب وبمنزلة إعطاء الشرعية للانقلاب العسكري. المتظاهرون أكدوا استمرارهم في مقاومة أي وجود عسكري في الدولة، مطالبين بدولة مدنية خالصة. تبقت أيام قليلة على توقيع إعلان سياسي بين الخصوم، اتفاق جديد لتشكيل حكومة جديدة بعد انقلاب عسكري دام لأكثر من عام ونصف. تيجان خضر، تلفزيون العربي، الخرطوم. لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا اللواء الدكتور محمد عجيب مدير الإعلام العسكري السابق من الخرطوم عبر الأقمار الصناعية. أهلا بك دكتور محمد. عندما يتحدث المبعوث الأممي إلى السودان عن قلقه من تصاعد الخلاف بين حميدتي والبرهان، هذا يعني أن المسألة خرجت من دائرة التكهنات وأصبح واقع، وبالتالي ما التداعيات المحتملة لهذا الخلاف على المسار السياسي والاتفاق السياسي الآن؟ مرحبا وتحية لكم ولكل مشاهدي قناة العربي. في تقديري ما طفح من خلافات وظهر على السطح بين الجنرالين في القوات المسلحة والدعم السريع، الآن إلى درجة كبيرة تم تجاوز هذه الأحداث. مصلحة الرجلين الاستراتيجية وحتى إلى درجة ما تكتيكية تقتضي أن يكون هناك درجة كبيرة من التوافق بينهما حتى يتمكنا معا من عبور هذه المرحلة الحالية من تاريخهم الخاص ومن تاريخ السودان والصراع السياسي والأزمة الماثلة فيه. هذا الصراع ظهر على السطح وظهر في وسائل الإعلام، ولكن يبدو أن صوت العقل والمصلحة المشتركة للرجلين وحتى المصلحة المشتركة للعملية السياسية ولخروج البلاد من هذه الأزمة اقتضت أن يتقاضى أو أن يتغاضيا معا عن هذه المواقف ويحتكمان إلى قواسم مشتركة تجمع بينهما وإلى مصائر مشتركة وإلى مسؤولية وطنية أيضا مشتركة تقتضي أن ينبذا هذا الخلاف جانبا وأن يصل إلى حد أدنى من التوافق فيما بينهما بما يسمح للعملية السياسية والأزمة السودانية. نعم. دكتور محمد، يعني
قلت أنه يجب يعني الوصول إلى قواسم مشتركة. الخلاف الظاهر أنه بشأن إدماج قوات التدخل السريع في الجيش، كيف يمكن الوصول إلى قواسم مشتركة برأيك، وإلى أي مدى يمكن أن يصل هذا الخلاف؟ هل يمكن أن يصل إلى حد الصدام العسكري؟ دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة واحد من ركائز هذا الاختلاف عفوا ومن المؤشرات التي طفحت في السطح، ولكن هنالك عوامل أخرى أكثر عمقا. على سبيل المثال طبيعة التحالفات السياسية التي عقدها قائد قوات الدعم السريع مع أحد فصائل القوى السياسية الموجودة الآن، ربما كان عاملا يعني أكثر تأثيرا من مجرد دعم قوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع دمجها نفسه يعتبر واحدة من الألغاز التي نتجت عن اتفاق سلام جوبا، باعتبار أن هذه النصوص لها تفسيرات مختلفة عند مختلف الأطراف، كلاهما يرى تفسير محدد لهذه النصوص. على سبيل المثال قائد الدعم السريع يرى أن دمج قوات الدعم السريع مرتبط بإصلاحات في المسألة العسكرية، بينما قائد القوات المسلحة يرى أن دمج القوات الدعم السريع في المسألة العسكرية واحدة من اشتراطات تنفيذ الاتفاق الإطار الذي تم توقيعه قبل أشهر مع عدد من القوى السياسية. ولذلك هذه المسألة مع غيرها هي التي تعتبر العقبة الكؤود التي تقف أمام طريق الحل للأزمة السياسية الماثلة الآن في السودان. أشكرك جزيلا اللواء الدكتور محمد عجيب مدير الإعلام العسكري السابق، كنت معنا من الخرطوم.